من خلال هذه الخاصية الجميلة جدا أن تتحكم من غرفة أخرى، وطالما لديك الريموت اللي هو الجهاز لديك هنا. شاهد، الجهاز لدينا هنا، يمكننا نتحكم، نفتح نتفليكس ضغطة واحدة فتح معنا، طبعا سيفتح معنا نتفليكس كما تشاهدون من قبل. السلام عليكم، كيف نتحكم في الاندرويد تي في من خلال الهاتف؟ تطبيق رائع اخوان اللي تشاهدون. دونك هذا هو الهاتف الخاص بنا كما تشاهدون اخوان. اذا في التلفزيون لدي الماوس، يمكنني فتح تطبيقات من هنا. ايضا لو تشاهدون بان لدينا هنا امكانية باننا نفتح الباد من هذه الجهة، كما تشاهدون بانه يتم التحكم في الاندرويد بوكس، وسريعة جدا اخوان ومتماشية بشكل رائع، والتطبيق فهو مميز جدا. شيء آخر إخوان هو هذه الميزة، لاحظوا نفس اللي تشاهدون إخوان، يمكنني التحكم أيضا في الجهاز إخوان بكل سهولة كما تشاهدون. نرجع للهوم، جهاز الأندرويد تي في لدي هنا في الهاتف، يمكننا أيضا التحكم في التطبيقات. نفتح يوتيوب مثلا، نذهب هكذا نفتح يوتيوب من هنا، فتحنا يوتيوب شاهدون، يعني لدي الاندرويد تي في كلها هنا في الهاتف اخوان. لاحظوا بانني يمكنني التمرير بين الفيديوهات ونفتح اي فيديو نحب ان نشاهده. بالنسبة لشيء اخر اخوان، نعود الى الهوم، يمكننا الخروج من هنا. لدينا عدد كبير من التوصيلات، ولدينا ايضا الكيبورد كما تشاهدون، لدي الكيبورد هنا، يمكنني ان ابحث في المواقع. شيء آخر أيضا مميز في هذا التطبيق أحبائي، بأن لديكم إمكانية أنكم تبحثون في الجهاز من خلال عدة إعدادات نخصصها طبعا في هذا التطبيق إخوان. نسرع الماوس، يمكننا أن نستخدم سرعة أيضا الماوس، نخصص لها سرعة خاصة بها. بالنسبة للفيبريشن ممكن أن أقوم بنقصه، مهم عدد كبير من الإعدادات إخوان، شيء رائع مميز. هذا التطبيق إخوان يتحكم لكم في الأندرويد تي في من غير استخدام الريموت، يعني ممكن نجعل الريموت على جنب ونستخدمها في الهاتف. بعد مرة يضيع لنا الريموت، عدد كبير منكم أضاع الريموت، هذا هو الحل. لذلك إخوان لا تذهبوا بعيدا، سأريكم التطبيق وكيف تنصبونه من الألف للياء، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مرة ثانية، تابعوا معي جيدا إخوان. التطبيق موجود على البلاي ستور، لا بالنسبة لهواتف الأندرويد ولا بالنسبة للتلفزيونات. إذا التطبيق أولا نذهب على البلاي ستور، نبحث هنا على تطبيق زانك ريموت، هذا التطبيق نضغط عليه انستال، يتم التنزيل. نروح على الأندرويد تي في الخاص بنا، طبعا جميع الأجهزة شغال عليها هذا التطبيق. نذهب على البلاي ستور، وأكيد إخوان في خاصية البحث سنبحث على زانك ريموت، إذا ZANC. إذا هذا هو التطبيق إخوان اللي تشاهدون، زانك ريموت. نفتح التطبيق، بعد ذلك تثبيت. إذا ننتظر لحظات، التطبيق فيه 2 ميجا أظن أو 3، يعني ليس بالكبير جدا، وطبعا هو بلاي بروتكت، يعني تم التحقق منه بالنسبة لجوجل، يعني لا تخافوا على أجهزتكم، فالتطبيق مدعوم وآمن جدا. الآن إخوان نفتح التطبيق، ضروري أن نسمح للتطبيق من خلال USB اللي هي سماح دائما لهذا الكمبيوتر. نضغط على حسنا مثلا، يمكنكم تفعيلها من هنا، حسنا. ايضا نعطيها صلاحية، بعد ذلك نعطيها permission، grant permission بالنسبة للفايل ترانسفير، سماح. والان اخوان طلع معي الاي بي، هذا التطبيق احبائي يعمل من خلال الاي بي او الواي فاي، يعني تلفزيون او الاندرويد تي في كما كان الموديل، كما كان الموديل اخوان، هذه القطع كلها شغال.
والهاتف في نفس الشبكة، هذا شرط ضروري. نجي على الهاتف، نفتح التطبيق اللي حملنا. والآن إخوان كيف يمكننا إيجاد الآي بي بكل سهولة؟ إخوان نأتي ونجي على هذا الخيار إخوان اللي تشاهدون. طبعا سنبدأ في البحث، نذهب أضغط على هوم. ظهر معي شاومي مي تي في، الموديل هو هذا التلفزيون شاومي مي تي في. تشاهدون الآي بي 192.168.179، إذن هو هذا نفسه اللي تشاهدون. ممتاز، في نفس الشبكة كما قلنا، في نفس الواي فاي تم الاتصال إخوان. تشاهدون بأنه ظهر معي هنا. والآن ما علينا سوى أن نخرج من هذا التطبيق، وتشاهدون بأنه الآن لدي التحكم شامل وسريع جدا إخوان. التطبيق رائع، أفضل من بعض التطبيقات سيتيوس بلاي وغيره، هذا أفضل التطبيقات أحبائي. إذن كما شاهدتم في الأول، هناك عدد كبير من الإمكانيات، تحكم صوتي، البحث، إعدادات، تفتحون التطبيقات من هنا. من هنا يمكنكم أيضا لديكم باد نيميريك كما نقول، لدينا إمكانية بأننا نتحكم بشكل كبير في هذا التلفزيون. كما تشاهدون يمكنني فتح أيضا منافذ، تشاهدون يمكنني ذهاب مثلا الـ HDMI، عدد كبير إخوان من الإعدادات أترككم تكتشفونها. على العموم هذا التطبيق إخوان متوفر بالنسبة لأجهزة الأندرويد تي في وشغال، ويعوض لكم كما قلنا الريموت. لو ضاعت لديك الهاتف تتحكم من حجرة أخرى من غير مشاكل في نفس الشبكة، يعني أنت في غرفة أخرى والتلفزيون هنا تتحكم. وكما قلنا أجمل شيء إخوان الريموت، وفي نفس الوقت يمكنكم من خلال هذه الخاصية الجميلة جدا أن تتحكم من غرفة أخرى، وطالما لديك الريموت اللي هو الجهاز لديك هنا. شاهد الجهاز لدينا هنا، يمكننا نتحكم، نفتح نتفليكس ضغطة واحدة فتح معنا. طبعا سيفتح معنا نتفليكس كما تشاهدون من الهاتف كما تلاحظون، شيء رائع إخوان. والتطبيق يتم إعداده مرة واحدة، والآن يمكنكم مشاهدة البرامج بكل سهولة والتحكم من خلال الهاتف. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد لكم، نلتقي في درس قادم وأيضا تطبيق آخر للتحكم في الأجهزة. هناك عدد كبير من التطبيقات، هذا يعمل من خلال الواي فاي يعني لا مشاكل. هناك تطبيق آخر سأعطيكم إياه يعمل من خلال البلوتوث فقط، هذا يعمل من خلال الواي فاي. إذا أعجبكم الدرس إخوان ادعمونا باللايك والشير وأيضا تعليق إذا أحببتم. نلتقي في درس قادم.